للحديث أكثر عن التقرير الذي أصدره معهد بروكينغز الأمريكي عن الفترة التي قضاها الكاظمي في رئاسة الوزراء وما حقق في الملفات المهمة في العراق، ينضم إلينا الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان. دكتور هلال، بداية مرحبا بك. معهد بروكينغز الأمريكي في تقريره عن الكاظمي وما حقق خلال الستة أشهر الماضية تحدث عن ملف مواجهة الميليشيات الموالية لإيران، يعني في هذا الإطار إلى أي مدى ترى دكتور أن الكاظمي حقق وعوده بكبح جماح الميليشيات الموالية لإيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والقائمين عليها ولمشاهديكم الكرام. حياكم الله. بدءا ببدء الكاظمي لم يغير شيئا في المسلسل المرسوم للعراق، وخاصة أنه أتى بوعود كبيرة وكذب بشكل واضح على الشعب العراقي وعلى من أوهمهم بأنه سيقوم بتغييرات في هذا الملف. أعتقد أن الأمر أصبح الآن كل ما التصريحات الإعلامية التي قام بها أتت متناقضة عمليا على واقع الحال، والكاظم أول من ارتدى بزة الزي الرسمي للميليشيات وقدم لهم الاعتذار، قام بعمليات تمثيلية ومسرحيات باتت مكشوفة، تعهد بالقضاء على هذه الميليشيات، لكن الواقع الحالي يقول أنه دعمهم دعما كامل، وهو لم يأتي إلى السلطة إلا بدعم الميليشيات وبموافقة إيران. الكاظمي تميز بالنشاط الإعلامي الذي يتناغم مع ما يريده الشارع العراقي، وبينما في الحقيقة يعمل كعمل سابقيه، والعمل ضد مصالح الشعب العراقي وضد المتظاهرين الذين أسقطوا حكومة عادل عبد المهدي نتيجة لسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية وارتباط العراق بإيران ارتباط مباشر، عدم وجود سيادة للعراق، عدم وجود اقتصاد حر. الأدهى من ذلك أن الكاظمي استطاع أن يتغلغل ويدس كل ما لديه من قوات للقضاء على ثورة التشرين، وكما واضح للجميع، ولكن الثورة إن شاء الله مستمرة. طيب دكتور هلال، يعني الشعب العراقي للميليشيات أصبح واضحا. البعض يقول إن الكاظمي يعني أراد مسك العصا من المنتصف ما بين الولايات المتحدة وإيران، إلى أي مدى ترى أن ذلك يعني هو صحيح؟ هذا الكلام حقيقة من الناحية العملية وصحيح، لأنه أراد أن يكون أمريكيا عندما تريد أمريكا ويكون إيرانيا عندما تريد إيران. لا ننسى بأنه إيران لم تأتي إلى العراق إلا بإرادة أمريكية، والكاظم يدرك هذا جيدا، ولعب الكاظمي على هذا التوافق الذي يريد استغلال إيران لصالح الولايات المتحدة الأمريكية لحد ما. التراشق الإعلامي ما بين إيران وما بين أمريكا لتناقض المصالح في قسم من البنود التي تخص العراق، وخاصة سيطرة إيران بالدولة العميقة على العراق، أصبح واضحا، ربما يهدد مصالح أمريكا على المدى التي تراه الولايات المتحدة الأمريكية. هنا دخل الكاظمي ليعد الطرفين على أن يقوم بتلبية متطلباتهم، ولكنه كما هو واضح بقت إيران مسيطرة على الوضع في العراق. ولا ننسى أن القادة الإيرانيون وقادة الحرس الثوري الإيراني لم يأتوا للعراق عن طريق خلينا نقول المحور الدبلوماسي المعروف، وإنما يذهبون ويخرجون كيفما يشاءون. طيب دكتور هلال، كيف تفسر يعني في حواره الاستراتيجي مع واشنطن أكد الكاظمي قدرته على الحد من النفوذ الإيراني من خلال يعني الميليشيات وأذرع إيران الموجودة في العراق؟ هل ترى أن يعني أن الكاظمي يستطيع فعلا تحقيق ذلك، مواجهة الميليشيات المتوغلة منذ 17 سنة في جميع مفاصل الدولة وحتى مسيطرة على الاقتصاد العراقي؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة مباشرة عن مد أذرع إيران في العراق، وهي التي وعدت لهم بذلك، وهي التي لا تزال تمولهم إلى حد هذه اللحظة.
الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق وواجهتها المقاومة العراقية البطلة في بداية الاحتلال، أدخلت الجناح الإيراني بقوة. وقبل الاحتلال استعانت بإيران، والأمور التي تكشفت بالأخير أن هناك تعاون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحتى قاسم سليماني وغيره على السيطرة على أوضاع العراق وخلق الفتنة الطائفية في العراق، كانت مشروعا أمريكيا إيرانيا بنجاح. المال الكاظمي عندما أتى إلى السلطة وهو رئيس جهاز المخابرات الذي عين فيه بطريقة معروفة، يعرف مدى خطورة التوغل الإيراني ويعرف مدى قوة الدولة العميقة الإيرانية في العراق على مرحلتين. المرحلة الأولى هو تمكن إيران من زج كل عناصرها التي كانت تقاتل معها خلال 8 سنوات في الأحزاب وحزب الدعوة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر والكتلة شلة العملاء، هذه زجت في كوادرهم في الجيش والدولة والأمن وإلى آخره. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة ما يسمى تأسيس الميليشيات خارج نطاق الجيش والمنظومة الأمنية والعسكرية، الذي أصبح يربو على كعدد يربو على 100 ميليشيا بما يسمى تحت غطاء الجهاد الكفائي، الذي كان المسؤول عنه المسؤولية المباشرة قاسم سليماني. وقاسم سليماني بكل تأكيد لا يعمل لمصلحة العراق ولا لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما يعمل لمصلحة إيران. الآن عندما أتى الكاظمي إلى الحكم ويعرف جيدا أنه لا قدرة له على أن يحرك ساكنا ولا أن يتخذ قرارا دون أن تباركه هذه الدولة العميقة وهذه الميليشيات. هذه الميليشيات أصبحت هي الدولة، بل هي التي تسير كل مسارات الدولة الأخرى وتحتفظ بمناطق لنفوذ لدولة أخرى داخل العراق. نعم. وجرف الصخر أكبر دليل، السجون السرية للميليشيات أكبر دليل، المال للكاظمي ولا غيره ولا السياسيين يستطيع الوصول إلى مناطق محرمة تديرها إيران، وهذا باعتراف البرلمانيين واعتراف السياسيين الذين هم في سدة سيطرة الأمر على العراق في الحكم الآن. نعم. إذا ماذا حقق الكاظمي من وعود؟ ماذا هل استطاع أن يلجم هذه القوة؟ لا، الجواب لا، لأنه لا تزال الميليشيات هي التي تسيطر، لا تزال الميليشيات هي التي تقوم بشن الهجمات وإلحاقها بداعش وماعش وغيرها وهذه الأمور الأخرى، لا تزال الميليشيات تذهب إلى بلد وتقتل عيانا، لا تزال الميليشيات تتحكم في القضاء وتتحكم في القضاء وتتحكم في السجون وتتحكم في الأحزاب. إذن الإيران استطاعت من خلال الدولة العميقة التي بجناحيها القديم والجديد أن تحكم سيطرتها على العراق وتناغي الولايات المتحدة الأمريكية حسب مصالحها وتعارضها عندما تتقاطع مع المصلحة الإيرانية، الحلم الإيراني بإقامة دولة فارس من جديد على العراق. شكرا لك دكتور. نشكرك شكرا جزيلا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.